مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقول لكم لماذا قررت أن أعمل في الإعلام مذيعا. السبب يعود إلى نكبة حزيران في عام 1967. كان عمري حوالي 12 سنة حينما بدأت الحرب واستمرت 6 أيام. كنت أجلس إلى جانب الراديو وكنت أستمع إلى الإذاعات العربية التي كانت تتحدث عن انتصارات الجيوش العربية ودحر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الانتصارات كانت تتحدث عنها خاصة مصر والمذيع المشهور أحمد سعيد. بعد 6 أيام قالوا لي يلا على الأردن، على عمان. قلت لماذا؟ قال لقد كذبوا علينا، إسرائيل احتلت الضفة الغربية واحتلت سيناء واحتلت الجولان. عند هذه اللحظة عرفت بأنه الإعلام كان يكذب، ومنذ تلك اللحظة قررت أن أعمل في الإعلام لكي أعرف فقط لماذا كذبوا علينا. من هنا أدركت أهمية العمل الإعلامي. شاءت الظروف وشاء القدر أن أكون أول مذيع في قناة الجزيرة، وأكون صادق معكم، هذا منبر جاء في وقت لم يكن للمشاهد أو المستمع العربي أن يرى سوى لونين، لون الأبيض واللون الأسود. بعد الجزيرة أصبح الإنسان والعربي يستطيع أن يشاهد أكثر من لون، أطياف الطيف بألوانه كاملة. حقيقة لولا الجزيرة لكانت الرواية واحدة، وهي رواية الإعلام الإسرائيلي. الجزيرة كانت موجودة يا إخوان في غزة، في الحرب على غزة. صدقوني لو لم تكن الجزيرة في غزة لكانت فقط انتصرت إسرائيل إعلاميا. لهذا كانت الجزيرة كما تعلمون حتى في الحرب على لبنان، حرب تموز، الجزيرة كانت موجودة في ميدان التحرير في بداية الربيع العربي بعد تونس، كانت موجودة في تونس ومن ثم في مصر في القاهرة، وكانوا يتصلوا فينا المتظاهرون من ميدان التحرير يقولوا لنا مشان الله ما تطفوا الكاميرات، لأنه إذا طفيتوا الكاميرات رح يذبحونا ويحرقونا. أنا بحدث لكم عن أهمية الإعلام ودوره اللي بيلعبه، زي تماما القوة العسكرية. الإعلام تأثيره كبير جدا على معنويات الناس، وهو يحفز ويقف صد منيع أمام انهيار المعنويات، معنويات الناس. في واقع الأمر إذا بتلاحظوا الجزيرة أغلقت مكاتبها في أكثر من دولة عربية. السبب لأنه إحنا بنقول الحقيقة، نتهم مرة بأننا مع الصهاينة، مرة نتهم بأننا مع الإخوان المسلمين ومع التيار الإسلامي، ومرة أخرى نتهم بأننا مع التيار الليبرالي والليبراليين الجدد وغير ذلك. هذا في واقع الأمر يعني بأننا لسنا مع أحد، نحن نعمل بمهنية ولكننا مع الحق والعدل. هذه النقطة يعني ملاحظة، الوقوف مع الحق والعدل، والقضية الفلسطينية قضية حق وعدل. شعب انتزع من أرضه وجيء بشعب آخر ليحتل هذه الأرض. أنا أشبه وضع الفلسطينيين الآن تماما مثل وضع
اليهود حينما كانوا مشتتين في أنحاء العالم. هي حلت مشكلة اليهود ولكنها خلقت مشكلة شعب. فلسطين لم تكن عبر التاريخ دولة صحيح، ولكنها كانت جزء من أراضي عربية وإسلامية، وبالتالي فإن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعا. أي عربي أو مسلم يحاول التنصل من هذه القضية لا يستطيع أبدا. ما حدث ويحدث الآن في المنطقة العربية، إعلام ما زال يكذب وما زال يكذب ويمعن في الكذب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقط. كما لاحظتم في الفترة الأخيرة والانتفاضة الأخيرة، كانت الجزيرة هي الوحيدة التي تغطي هذه الانتفاضة من داخل الأراضي الفلسطينية. وأقول وأعيد لك وأكرر لكم، لو لم تكن الجزيرة في غزة وفي لبنان، في جنوب لبنان وفي ميدان التحرير وميادين التحرير التي قامت بها ثورات الربيع العربي، لكانت الصورة التي نقلت إليكم صورة غير صحيحة. أريد أن أركز على نقطة مهمة جدا، وهي فيما يتعلق بالإعلام الجديد، نيو ميديا. يا إخوان، الإعلام الجديد فتح أفاق جديدة الآن. إسرائيل كانت تحتكر الإعلام وتحتكر الرواية الإسرائيلية في كثير من المواقف التي تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. كانت حتى وسائل الإعلام العربية تحاول باستمرار أن لا تقول الحقيقة. الآن أصبحت الحقيقة مكشوفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا أنا أقول لكل أب ولكل أم أن يفتح حساب على تويتر وعلى الفيسبوك، لأن هذا الحساب في بعض الأحيان يكون أقوى من الرصاص، يكون أقوى من الرصاص الإسرائيلي. الإعلام مهم جدا في أي صراع في بين أي شعب وشعب آخر. وأنا هذا رجاء حار حتى للأطفال الصغار، افتحوا حساب على تويتر، لأنه صوتكم يحسب حسابه ويحسب تحسب حسابه إسرائيل. إسرائيل لن تبقى في المنطقة، لن تبقى إسرائيل في المنطقة. هي جسم غريب على المنطقة العربية والإسلامية، وعادة أطراف الجسد تكون عرضة لهذا الغريب. إسرائيل غريبة في طرف الجسد العربي، وإسرائيل تعرف ذلك، وربما بعض الإسرائيليين هنا يعرفون هذه الحقيقة، لأنهم لا يعرفون ما هي الهوية التي يريدونها في داخل هذا البحر العربي أو المحيط العربي. هم يبحثون باستمرار عن هوية، مرة يقولون يجب الاعتراف بنا كدولة يهودية، مرة أخرى يقولون لا، نحن دولة علمانية، وهم يبنون مؤسسات علمانية ويتعاملون مع العالم وفق ذلك، ومرة يقولون يجب أن نغير الشرق الأوسط، يريدون تغيير الشرق الأوسط حتى يتجانس معهم، وهذا مستحيل. الشعوب لديها ثقافاتها، حضارتها، تاريخها، لغتها، تجانسها، الدم تجمعها والدين وغير ذلك، وبالتالي لا يمكن أن تتجانس هذه الشعوب العربية مع إسرائيل في يوم من الأيام. إسرائيل لن تبقى، مستحيل أن تبقى. الموجودين في فلسطين الآن هم عبارة عن عصابة ليس أكثر. من يثبت هذه العصابة واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الأوروبية. أنا أخشى أن يعني تكون نتائج ذهاب إسرائيل في يوم من الأيام يعني دموية، ولكن أتمنى أن تقبل بالتعايش مع الفلسطينيين وأن تقبل بحل الدولتين، ولكن وفق القرارات الدولية. سألقاكم إن شاء الله في كلمات أخرى وفي ديبيتس في الأيام الثلاثة القادمة، ولكن أنقل لكم تحيات إدارة الجزيرة، ونتمنى لكم التوفيق في هذا المؤتمر.